퀴즈 퀴즈리. Good day my friends, how are you today? كيفكن أصدقائي اليوم؟ أنا اليوم عندي معلومة كتير مهمة لألكن. طلعوا شو عندي على الشاشة. هيدا بقله بالإنجليش كويوتيز. كويوتي يعني ذئب البراري. وهيدا بقله ثعلب فوكس. وهيدا بقله ابن آوى أو بالإنجليش بقله جاكل. بتعرفوا إنه هودي الثلاثة كلهم من فصيلة الكلاب؟ يعني they all belong to the dog family. انتو بتقولوا إنه أكيد هيدا مش كلب، بس هن بيتبعوا لفصيلة الكلاب. وعندي معلومة تانية كمان، بتعرفوا مين أول كلب بيطلع على الفضاء؟ The first dog which traveled to space was called لايكا. شو كان الاسم؟ لايكا. طلع على الفضاء. Are you interested؟ هل انتو متحمسين تتعرفوا اكتر؟ فيكن تعملوا ريسيرش وتشوفوا كيف شكل لايكا، وتشوفوا تتأكدوا انه جاكلز، كويوتيز and فوكسز belong to the dog family. أصدقائي اليوم بحلقتنا بدنا نتعلم أكتر وأكتر عن the plural form، يعني كيف منحول من المفرد للجمع. خليكم معنا نسمع هلأ الأغنية وأنا برجع لكم بعد شوي. ووف ووف Woof woof, my dog barks. Woof woof woof. Moo moo moo, my cow goes. Moo moo moo. Quack quack quack, my duck goes. Quack quack quack. Meow meow meow, my cat says. Meow meow meow. Squeak squeak squeak, oh that's my little mouse. Tweet tweet tweet, and that's my lovely bird. These are the sounds that the animals make. The horse goes neigh, neigh, neigh. The sheep goes ma, ma, ma. The snake goes hiss, hiss, hiss. The bee goes buzz, buzz, buzz. And the people say blah, blah, blah. أصدقائي انتبهوا منيح، اليوم بدنا نتعلم مع بعض ونتذكر شو تعلمنا عن تحويل من المفرد إلى الجمع. بدنا نتذكر مع بعض ونرجع نعمل تمارين عليهم تنتعلمهم مزبوط. جاهزين؟ شوفوا هودي الكلمات اللي عندي هون على اللوح. عندي street, nurse, store, firefighter, mouse, child, deer, sheep. Street يعني شارع، nurse ممرضة، store يعني محل، محل يلي بنشتري غراض من قلبه، firefighter رجل الإطفاء، mouse يلي هي الفارة، child ولد، deer غزال، sheep خروف. تعالوا نجرب نحولهم للplural للجمع ونشوف كل وحدة إذا فينا نزد لها S. street إذا زدت لها أنا S. فينا نقول streets شوارع؟ فينا، تزبط، yes. nurse ممرضة، في زد لها S بتصير nurses، yes ممرضات. store في زد لها S بتصير stores، yes كمان بزد لها S. firefighter في زد لها S بتصير firefighters،
صحيح. firefighters. mouse. في زد لأس. mouses. no. ما في يقول mouses. غلط. طيب child. في يقول childs. إذا زدت لأس تطلع غلط. deer. في يقول deers. في يقول sheeps. ما لازم أقول deers وsheeps ولا mouses ولا childs. كيف بحولهم أنا للبلورال أصدقائي؟ رح نتعلم مع بعض. Open your eyes well. Open your ears well. And look at the exercise. طلعوا بهيدا التمرين. من خلال هيدا التمرين رح نتعلم اليوم كيف هود الكلمات منحولهم للجمع. Change the following words to the plural form. Bus. Brush. Box. Fox. طلعوا بأول أربع كلمات. رح أعملهم أنا. عندي bus, brush, box, fox. أول وحدة بتخلص بـ-s. تاني بتخلص بـ-sh. في عندي box بتخلص بـ-x. fox بتخلص بـ-x. أول rule ما بدي إياكم تنسوها أبداً هي إنه الكلمات يلي بيخلصوا بـ-s أو double s, sh, ch و x طلعوا محطوطين بالبوكس S double S C H S H X. هودي الكلمات لما حولهم للجمع شو بزدلون؟ بزدلون E S. هودي الكلمات اللي بيخلصوا بالأحرف التالية بزدلون E S. يعني bus بتصير buses. brush بتصير brushes. زدت E S. box بتصير boxes. fox بتصير foxes. شو زدت أنا؟ E-S. 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 لأنه بيخلصوا بـ-S S-H X. واللي بيخلصوا كمان بـ-C-H مثل church. إذا كتبت هون church كنيسة كيف بحولها؟ تخلص ب ch. يعني بدي زيد es. شفتوا أصدقائي؟ هيدي أول جروب ما تنسون بيخلصوا ب s double s ch sh و x مثل bus تخلص بـ-S الباص. brush فرشاة تخلص بـ-SH. box يعني مثل علبة تخلص بـ-X. fox ثعلب تخلص بـ-X. و church تخلص بـ-CH. هودي الكلمات زدنا لهم ES بالبلورال. هلأ تاني مجموعة. عندي teacher معلمة, hospital مستشفى, office مكتب, board لوح. نحطهم مع بعض. هيدي تاني مجموعة. شوفوا كيف رح نحولهم للجمع. teacher ما بتخلص بولا حرف من هودي اللي قلناهم. ولا s ولا double s ولا CH ولا SH ولا X. شو بزد له؟ شوفوا شو رح زد له. بس S وحدة. Hospital نفس الموضوع. بتصير Hospitals. زدت لهم بس S. Office كمان. طلعوا تخلص شي بي S double S C H S H أو X. no. offices زدت S. هي كان فيها E زدت لها S.
بورد كمان بوردز زادت اس. ما بيخلصوا هودي الكلمات لا باس لا دبل اس لا سي اتش لا اس اتش ولا اكس. زدتلن simply I added s. هلا المجموعة اللي بعدها طلعوا. عندي دير دير غزال شيب خروف فش يلي هو السمك أو سمكة. كيف بحولهم أنا للجمع؟ طلعوا شو رح أكتب، ركزوا منيح. شو عملت أنا؟ ما غيرت ولا شي فيهم. صحيح، بعض الكلمات ما بيتغيروا، بيبقوا هن نفسهم بالبلورل مثل deer, sheep and fish. يعني هون deers غلط. شو بتصير؟ بتضل مثل ما هي deer. وsheeps غلط، بتضل مثل ما هي sheep، لأنه deer, sheep وfish بالبلورل بيبقوا نفس الشيء. هلا آخر مجموعة tooth يلي هو السن، child ولد، ناوس فارة. شو رح يصيروا بالبلورل؟ طلعوا tooth نحن أخذنا من قبل، سن واحد tooth. إذا بدي أقول كل أسناني شو بقول؟ teeth. very good. شو صار؟ تغيرت كلها، كل الكلمة تغيرت. child إذا بدي أقول أولاد children، يعني بتتغير كل الكلمة. فإذن tooth teeth child children وماوس بالآخر كمان بتصير كلها بتتغير، بتصير mice يعني فيران. انتبهوا أصدقائي، عندي أنا أخذت اليوم أربعة groups. أول جروب هو يلي بيخلص ب S double S CH SH و X. شو بزدلون؟ ES مثل buses brushes boxes foxes. تاني جروب يلي هو ما بيخلص ب S ولا SH ولا CH ولا X، بزدلو بس S teacher teachers hospital hospitals office offices board boards. ثالث جروب هو يلي ما بيتغير ابدا، deer deer sheep sheep fish fish، ما تغيروا. واخر جروب عنا tooth بيتغيروا كلهم بتصير teeth، child بتتغير كلها بتصير children، mouse بتتغير كلها بتصير mice. فإذا ما تنسون أصدقائي، لما بدي حول أنا من المفرد للجمع في عندي different groups. إذا كانت الكلمة بتخلص ب S double S CH SH or X شو بزد لها؟ ES. الكلمات التانية بزد لهم S. في عندي كلمات لازم أحفظهم بيضلوا مثل ما هن بالبلورل مثل deer غزال sheep خروف fish سمكة. وعندي كلمات كلهم بيتغيروا لازم نحفظهم بالبلورل، tooth بتصير teeth، كمان عندي foot بتصير feet، child children mouse mice. ما تنسون اكتبون على الدفتر عندكم. هلأ رح نتوقف أنا وياكم ونسمع لبوم كتير حلوة رح نتعلمها بالفقرة الأخيرة. Black sheep. Ba ba ba. Black sheep, have you any wool? Yes, sir. Yes, sir. Three bags full. One for the master, and one for the dame,
and one for the little boy who lives down the lane. أصدقائي حبيت البوم، تعالوا نقراها مع بعض. العنوان باع 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 بلاك شيب. بلاك يعني أسود، شيب خروف. بلاك شيب الخروف الأسود. Have you any wool؟ عندك، عم نحكي مع الخروف، عندك صوف؟ Yes sir, yes sir, three bags full. يعني عنده ثلاث شنط مليانين. مليانين شو؟ صوف. One for the master، وحدة للسيد. And one for the dame، وحدة للسيدة. And one for the little boy، وحدة للصبي الصغير. Who lives down the lane، يلي عايش على جانب الممر أو على جانب الطريق. فإذا تعالوا نقولها مع بعض. با 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 black sheep. Have you any wool؟ Yes sir, yes sir, three bags full. One for the master and one for the dame and one for the little boy who lives down the lane. طلعوا أصدقائي، رح أقرب الصورة أنا تتشوفوا بعض الكلمات. طلعوا، عندي wool وعندي full. They rhyme، يعني بيخلصوا بأصوات متشابهة. Any wool bags full، وعندي كمان master and the dame، boy the lane. عندي dame وعندي lane. dame يعني السيدة، lane يعني الممر. They rhyme together، يعني صوتهم بينتهوا اتنيناتهم بأصوات متشابهة. فإذن أصدقائي، با 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 black sheep. Have you any wool؟ Yes sir, yes sir, three bags full. One for the master and one for the dame and one for the little boy who lives down the lane. على الممر أو على الطريق. كتير حلو البوم. هلأ أصدقائي إجا الوقت حتى نقرأ قصة مع بعض. Are you ready؟ جاهزين؟ قصتنا اليوم بتحكي عن the winter، الشتاء. نحن قلنا أنه عنا بالسنة أربع فصول. كم فصل عنا؟ Four seasons. أول شيء عنا fall، خريف. Winter، شتاء. Spring، ربيع. Summer، صيف. اليوم قصتنا عن winter. Winter، الشتاء. شو منلبس إحنا بالشتاء؟ We wear thick clothes، يعني منلبس تياب سميكة تدفينا. عنا coats، hats، scarves. hats يعني قبعات، قبعة منحطها على رأسنا. scarves، scarf يعني شال. gloves، gloves منحطهم بإيدينا. تعالوا نقراها مع بعض. It's winter time. It's cold and rainy outside. يعني كيف الطقس برا؟ فيه سقعة. And rainy، ممطر. تتذكروا outside؟ Out يعني في الخارج. أويو لفظة أو. أنا بحاجة للقبعة تبعي والشال تبعي. فإذا قبعة، hat، scarf، شال. To keep my head warm، حتى خلي راسي مدفى. I need my socks and boots، أنا بحاجة للجوارب تبعي. And boots to keep my feet dry and warm، حتى حافظ على إجري جافين مش رطبين. And warm ودافيانين. طلعوا أصدقائي بwarm، كيف عم بلفظ الـ A؟ لفظت O. كمان it's a special word، لفظت الـ A-O، warm. لشو هو كمان بحاجة؟ It's winter time. It's cold outside. I need my gloves، قفازات. To keep my hands warm،
حتى حافظ على إيدي دفينين. I need my sweater and coat to keep my body warm. Look at the sweater. Look at the coat. المعطف sweater, coat. هون عندي gloves, sweater, coat. To keep my body warm. Sometimes, أوقات, I need my umbrella. Umbrella, شمسية. And raincoat, when it rains. Coat, معطف. في special coats, بيكونوا ضد الشتاء. منقلون raincoat. Raincoats, this is a raincoat. This is an umbrella. I need all those clothes. All those clothes. كل هودي التياب. To keep from freezing. Freeze يعني يجلد. هو ما بده يجلد. هو بحاجة. تعالوا نشوف شو لابس. Gloves. قفازات. Jacket أو coat. معطف. Scarf. شال. Hat. قبعة. وعنده his umbrella شمسية. And this is the sweater. When I go back inside, لما ارجع فوت لجوا, it takes me a long, long time to take my clothes off. لما نلبس نحن كل هودي التياب ونرجع نفوت على البيت, بدنا وقت كثير طويل لنشيل القبعة, تنشيل الشال, تنشيل الجلوفز, وفي اشياء تانية كمان لبسينا. بس هلا رح نكمل بالحلقة المقبلة باقي الاشياء اللي بنلبسها. رح نتمرن كيف بنكتبهم ونتمرن كيف نقريهم. هلا خلص وقتنا اصدقائي, كون بالحلقة المقبلة بنكمل القصة وبنتعلم اشياء جديدة. باي باي. This is a big house. This is a small house. This is a clean dog. This is a dirty dog. This is a short girl. This is a tall girl. My dog barks, woof, woof, woof. Moo, moo, moo. My cow goes, moo, moo, moo. Quack, quack, quack. My duck goes, quack, quack, quack. Meow, meow, meow. My cat says, meow, meow, meow. Squeak, squeak, squeak. Oh, that's my little mouse. Tweet, tweet, tweet. And that's my lovely bird. These are the sounds that the animals make. The
horse goes neigh, neigh, neigh. The sheep goes ma, ma, ma. The snake goes hiss, hiss, hiss. The bee goes buzz, buzz, buzz. And the people say blah, blah, blah. Blah, 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 blah.